بيت الهنا. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. هل مات البطل؟ هل سيتزوج البطلة؟ هل النهاية سعيدة أم نهاية مأساوية؟ دي كلها أسئلة بيطرحوها الناس اللي بيحبوا المسلسلات. حلقتنا الليلة ببرنامجكم بيت الهنا بتدور حول المسلسلات وتأثيرها على الأسرة، وضيفتنا الكريمة أستاذة آمنة الفكي مختصة في شؤون التربية. إحنا عايزين نسألك يا أستاذة آمنة، أول شيء بنرحب بك طبعا. أهلا وسهلا. عايزين نسألك، في الفترة الأخيرة بقى يعني في إقبال كبير على حكاية المسلسلات، السبب في كده شنو؟ المسلسلات التلفزيونات أصبحت كلها يعني تجارة المسلسلات. والمجتمع التلفزيوني يعني ابتدت المسلسلات فيه، بحيث إنه البرامج الغروات الفضائية الديجيتال بقت الناس بتتحول من غنى إلى غنى وبتابع فيها المسلسلات دي، فأصبحت المسلسلات. طيب هل المتابعة الكثيرة من أفراد الأسرة للمسلسلات دي بيأثر على علاقتهم الأسرية؟ في كثير من الأوقات بتأثر، لأنه يكونوا في يعني أطفال أو في ناس من الناس الكبار في يتابع المسلسلات، يكون عنده مسلسل هو متابعه، فبيحرم الباقيين من انهم يشوفوا واحد تاني. يقول لك انا تبقى مشكله بين بيناتهم، في انهم ده يقول انا مسلسلي ده مواعيده، وده يقول انا المسلسل بتاعي انا مواعيده. فدي واحده من الحاجات اللي بتاثر في سلوكياتهم فوق البيت مع بعض. ما في تاثيرات تانيه غير في طبيعه مشاهدتهم او طريقتهم في انهم يشاهدوا مع بعض او يعني علاقات الخاصه بينهم هل بتتاثر؟ أثر نفسي يعني؟ الخاصة بينهم ما بتتأثر أثر نفسي، لكن المسلسلات قد يكون لها أثر في طريقة تعاملهم. لأنه في مسلسلات أدت إلى أنه المتابعين يعني يحاولوا يتأثروا بها. في الوقت الفي ونحن في مجتمعنا السوداني ما يعني في مسلسلات يعني بتأثر في طريقة المفهوم بتاعنا وبتغير من الذاتية السودانية. بالضبط كده. يعني في الفترة الأخيرة المسلسلات المدبلجة بقى في مشاهدة عالية كبيرة جدا لها من قبل المواطنين السودانيين، وكمان بقوا يطلبوا انه مثلا شخصية الزوج او الزوجة تبقى مطابقة للبطل بتاع المسلسل الفلاني. فهل الحاجة دي يعني تعتبر من الآثار السلبية؟ دي أثر سلبي إذا كانت يعني حسب وضعية نوعية الأسرة ذاتها. يعني أنا بفتكر المشاهد السوداني يعني قد يشاهد لكن قد لا يأثر فيه، يعني على حسب نوعية الأسرة ذاتها، تماسك الأسرة، ترابط الأسرة، تفهم لبعض، تعليم. لكن في بعض الأحيان في الصحف بنقرأ إنه مسلسل مدبلج تركي أو مكسيكي أدى لطلاق بين زوجين، يعني ده هدم للأسرة. ده بيكون أصلاً هم ذاتهم يعني ما عارفين ذاتهم عن المسلسل هو شنو. يعني كونك أنت تغارم بمجتمع مثلاً المدبلجات التركية أو المكسيكية، ما مجتمع عربي بيغيب عن الواقع بتاع بيغيب عن مجتمعه بيعيش واقع مجتمعات ثانيه. ودي انت ما مجتمعاتك يعني انت لو مشيت عندهم هناك ما حتقدر تعيش معهم بين وسط المجتمع. عشان كده انا افتكر انت ما تنقل انت تجربتهم عيشه، ولكن طبقها باسلوبك انت العربي. كيف ان هم ممكن يختاروا عدد محدد للمسلسلات اللي ممكن يتابعوها كاسره يعني؟ والله هم نوعية المسلسل ذاته هم يشوفوا نوعية المسلسلات اللي ممكن يختاروها. دي مسؤولية منو اختيار نوعية المسلسل؟ والله أنا أفتكر مسؤولية الوالدين. لأنه الوالدين هم اللي بيقدروا بعدين بيقولوا للأطفال أو للأبناء إنه ده تمشوا فيه كده، وبعدين بنخشون فيه وبيقبلوا النقاش بتاع الوالدين. اما غير ديل ما بيقبلوا من زول ثاني انه يناقشهم فيه. يعني دي المسؤوليه اول واخيرا تقع على الوالدين، لانه دي من ضمن عملياتهم تحت التربيه. التربيه. طيب في رايك مرات في مسلسلات بتيجي
بيكون في راي عليها، حتى لو مسلسلات سودانية يعني بيجي في راي انه لا الحاجة اللي حصلت في المسلسل دي حاجة ما صح خلاف الواقع، او في حاجات ما بتصلح انه تشاهدها الأسرة، مع ذلك بتلقي في ناس مقبلين على انه يشاهدوها، ده ما نوع من التناقض؟ والله هو اصل دايما بيقول لك المرفوض مرغوب، فالناس يعني بيقول لك انه انا ما نشوف اللي فيه شنو وبعدين نعالج، يعني النظره بتاعت انه الانسان يشوف المسلسل ده وبعدين يعالج الحاجات حسب طبيعه اللي فيه. الانسان ما برفض حاجه هو ما عارفها يعني. ايوه استاذ امنه، حنواصل حديثنا معاك لكن حناخد استطلاع تاني ونرجع. بيت الهنا. والله الاختيار بيتم عادة بالمضمون، ما هو موضوع المسلسل. والله نحن بصورة عامة يعني ما عايز أقول أدمنا، لكن المهم يعني تعودنا على إننا نشاهد المسلسلات المصرية، بنحب المسلسلات السورية والهنا، لكن يعني أقرب لنا في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي لهجتنا المصريين. والله غالبا المسلسلات اللي لها يعني معالج اجتماعية هي المسلسلات بتحظى باهتمامنا كأسرة. بيت الهنا. أستاذة أمنة، بعد الاستطلاع اللي شاهدناه ده عايزين نعرف منك المسلسل المواصفات المفروض تكون فيه وشنو عشان نقول انه ده مسلسل أسري او مفروض تتابعه الأسرة. الحقيقة الأسرة عشان تختار مسلسل يعني بتنظر الجوانب التربوية فيه، الحاجة الثانية الجوانب بتاعت سن المشاهدين ذاتهم يعني من الأسرة، يعني في عمر بتاع من 18 وانت طالع الى اعلى، بيحتاجوا لنوعيه معينه من المسلسلات انهم لازم يشوفوها. نعم. عشان يقدروا ذاتهم يحددوا حياتهم من ضمن من 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 مشاهداتهم دي، يربطوها بحياتهم، يقارنوها بحياتهم المجتمعيه. يعني احنا اهم حاجه عندنا المجتمع، مجتمعنا لابد من انه يكون هو المؤثر في شخصيه المشاهد ده. نعم. يعني ما شخصيته ما تتاثر بالمسلسل ده، انما يستفيد من ايجابيات المسلسل هي شنو، ويبعد نفسه من السلبيات الموجوده في نوع المسلسل. طيب المسلسلات الان بعيده عن واقعنا، بنقدر نسميها بعيده عن واقعنا، هي مدبلجه عن مسلسلات يعني مكسيكيه وتركيه وغيره، إذا استمرت الأسرة أو أفراد الأسرة في متابعة المسلسلات زي دي، هل تفتكري إنها ممكن تقود لخطأ ما تربويا ويكون عندها يعني آثار سالبة عليهم؟ هي إذا استمرت أكثر مما يجب، يعني الجيل الجديد يعني له يعني نظراته مختلفة في الحياة ذاتها يعني، فقد تأثر فيه، لكن ده بيرجع قلنا للبيت اللي هي انه الناس يعني خلوك تشاهد المسلسلات لان ده ما واقعك، انت تعرف انه لما انت متشاهد في هذا المسلسل انه ده ما الواقع. المجتمع السوداني، المجتمع السوداني بيختلف تماما بتقاليده بعاداته، وبينتج شخصيات مختلفه عن اللي انت بتشوفها. أيوة. ابطال المسلسلات بتشوف ابطال المسلسل ده انت بتختلف منه، فانت ما تاثر نفسك بيدل، انما استفيد منهم هم مثلا عملوا شنو وغيروا لواقعك انت. طيب الظاهره بتاعت ادمان المسلسلات المدبلجه ويعني مطالبه بحضور واقعي في حياتنا دي ممكن نعالجها كيف؟ والله نعالجها بانه ما بتقدري تمنعي انه ما يشاهدوها، لكن انت يعني الام تجبر نفسها في انها هنا بيظهر دور الام تحديدا مشكله. أيوة. أيوة. الام لازم تحضر معاهم عشان وبالذات لو بقى عندها بنات يعني لازم تكون موجودة عشان تقدر تناقشهم الوضع كيف المسلسل ده، الحتة دي كان مفروض تكون كده ما تكون كده، توضح لهم انه ممكن يكون موجود. أيوة. في المجتمع، في المجتمع السوداني يعني نحن دائما بنربط بالمجتمع السوداني. يعني اي نحن ما دايرين نعيش يعني مجتمع
زي ما بيقولوا عليه تخلفي، لكن المجتمع بتاعنا انا بفتكر طيب احنا ما دام ما ممكن يعني نمنع اطفالنا او اولادنا في البيت انه لا خلاص المسلسل ده ممنوع او القناه دي ممنوعه، في بدائل ممكن تجذبهم بحيث انهم ينصرفوا بدون امر مباشر مننا؟ اي ممكن اللي هي انه انت لمن تديم انهم يتفرجوا المسلسل وتكون قاعد معاهم وتناغشهم، هم بعد شهر بيقنعوا بيقولوا انه والله يا اخي حقيقه ما مفروض ان احنا قعدنا نشوفه. الحاجه الثانيه يعني بطريقه ديمقراطيه شويه ايوه، على اساس انهم هم يقدروا انه الواحد يعني عن قناعه يعني احنا اهم حاجه عندنا القناعه، انه الطفل ده او الشاب ده يعني لما يخلي الحاجه دي يكون مقتنع انه لانه خلالي. عارف السبب شو ايوه يعني، لكن إنه اول ما حتفيده او ما حتفيده حتضره وقته كله حيكون هو قاعد في المسلسلات بيهمل الجانب الدراسي بتاعه، بيهمل الجانب انت بتشوفي انه الاقناع هو خير بتاعه. علاج ايوه الاقناع لانه يعني. احنا نديهم طرح ثاني او أيوة. او ماده ثانيه يتابعوها ايوه. استاذه امنه الفكي مختصه في شؤون التربيه، سعدنا كثير بحوارنا معك، ان شاء الله كل الاسر تكون استفادت من المعلومه دي، خصوصا الايام دي في ادمان في المسلسلات مدبلجه وغير مدبلجه، وان شاء الله كلكم يكون بيتكم بيت الهنا. الى ان تلقيكم في فقره الطبخ، خليكم معنا. وصلنا لمملكة المرأة في برنامجكم بيت الهنا طبعا، وطبق اليوم بقدمه شيف عادل عبدون. كيف يا شيف عادل؟ مرحبتين بك يا أستاذ سحر، مرحبتين بالإخوة المشاهدين، وخص التحية لربة المنزل الذي يهتم بشؤون بشؤون مطبخها إن شاء الله. شيف عادل طبقك الليلة اللي حتعدوا لنا شو إن شاء الله؟ هذا عندنا رز أبيض مع كبدة الفراخ أو كبدة الدجاج. أيوه مكوناته؟ عندنا بالنسبة للرز ناخذ كوباية للرز، وبالنسبة للكبدة ناخذ ربع كيلو كبدة مع اثنين بصل. في هنا دبس الرمان اللي هو زي العصير، زي الرمان اللي بيكون يعني في السودان بيتواجد في المحلات، لكن نتكلم عنه عادة هو زي بيكون محصور ومخمر وبيتغطى على النار لما يبقى بالطريقة دي بيتعسل. نعم لو ما في انا ممكن حتى لو عندي عسل اسود، لو ما في حتى ممكن شوية سكر، في عسل القصب برضه. نعم في عسل القصب برضه، ليمون وشطة حمراء وفلفل أحمر حار، ثوم ورق الغار ده للديكور بس، الجرجير وملح وفلفل وزيت، الموية بنستعملها للكبدة وبنستعملها للرز. طيب نشوف خطوات الإعداد. في البداية احنا الرز طبعا بنكون بعد ما ننظف الرز ونخلي النشا بتاعه يطلع بننقعه، ياخد له زي 15 دقيقة أو تلت ساعة ونصفيه. بعد ذلك بنجي مثلا الرز ده الحبه المتوسطه ما الطويله وما الصغيره، بندي بس كوبايه من الرز على كوبايه ونص من المويه. كوبايه ونص من المويه لكم من الرز؟ لكوبايه من الرز. كوبايه من الرز تاخذ كوبايه ونص مويه. بنديها كوبايه ونص. وهي اصلا منقوعه مسبقا. ومنقوعه مسبقا. وبعد ذلك ممكن نديه معلقتين بتاع الزيت. معلقتين من الزيت، زيت نباتي طبعا. زيت نباتي يكون افضل، لو في زبده برضه. ما مشكله. ممكن سمين ممكن زبده ما فيش مشكله. والملح، الملح برضه ما بنكتر، ونخلي لما المويه بتاعتنا تغلي بعد ذلك بننزل الرز ونخليه في نفس درجه الحراره تكون عاليه، لما نجرب انه هو عمل بويل او غلا نوطي على النار ونخليه بجنبه. بعد نبدا في بعد ذلك في الكبده، طريقه تحضير الكبده ده كده بالنسبه للرز. بعد ده ممكن نحطه في نار واطيه هاديه ونجي نجهز للكبده. الكبده الكبده الكميه دي تقريبا يعني ربع كيلو، بعد ربع كيلو يعني احنا كبده الفراخ حتى يعني ما الناس ما بحبها في السودان كثير وما بيشتريها كثير، لكن يعني بياكلوها بطريقه القوانص يعني كثير. نعم مثلا بتكون مشويه عاديه يعني بالزيت في نفس الطريقه بس احنا اضفنا لها الرز. فبنقطع البصل، كل الحاجات بتاعتنا بنقطعها، بصل والشطة الخضراء والثوم كله مقطع تقطيعة واحدة، وبننزله على الزيت حتى بعد ذاك بننزل كبدة الفراخ بتاعتنا. كبدة الفراخ بتاعتنا احنا طريقة تنظيفها مرات حتى لما نشتريها بيكون فيها زي كيس أخضر اللي هو زي الفيو المادة الحامضة بتاعت الكبدة،
فنحن ما نحاول نطلع الا لما نيجي نشتغل لانه بتحافظ لنا على شكل الكبده. ايوه ما بتكون يعني شكلها بقى ضبلان. ممكن برضه تتعامل بنفس الطريقه لكن مع كبده الماعز؟ ممكن لكنك حابب انك تقطعها صغيره. يعني هسه نحن مثلا عندنا الخضار ده كله مقطع تقطيعه واحده. وبنعمله سوتيه. وحتى لما نجرب انه يعني اخذ قريب انه ياخذ اللون بنقوم ننزل الكبده بتاعتنا. فبالطريقه دي شويه من الزيت وننزل. انك بس استخدمت اي نوع من انواع الصلصه او الكاتشب او الصوص؟ احنا ما عايزين لون في الفراخ، عايزينها تصهر لانه في الفراخ خفيفه ما زي الكبده الثانيه بتماسكها. يعني انا بخدي لما اجرب انه فعلا هي اخذت قد شويه بتاعت ملح. كيف الواحد ممكن يضبط الملح في حاله انه الرز براه الملح بتاعه والخلطه هنا الملح بتاعه؟ احنا هنا اصلا قلنا حكايه الرز دي يعني اي خلطه لما نيجي ما بنكتر على الملح. لكن دي عاده كله ملح يعني ما بتاخذ كبده الفراخ ما بتاخذ ملح كثير. الرز حتى بياخذ ملح كثير لكن ضبط الملح ده بيخليه في النهايه نهايه الطبخه. في كل طبخه مش مثلا في كبده الفراخ بس، في كل طبخه انت بتحددي الضبط بتاع الملح بتاعك. هنا في ممكن انا اضيف بهارات ثانيه لو عندي قرفه عندي اي نوع من البهارات. عايز اقول لك احيانا لما الرز يكون معموله معه حاجه من اللحوم عشان ما يكون في زفاره بيعملوا في الرز يا اما قرفه او قرنفل او هبهان مثلا. ما هنا الرز بتاعنا ما فيه حاجه يعني هو حيتطبخ لوحده بيتحط في التقديم والكبده ممكن تتخطى حوله او تتخطى فوقه. يعني الرز بياخد البهارات والنكهات كلها بتكون في الخلطه بتكون هنا لانه كبده الفراخ شويه بتكون زفره. ما كان ممكن واحد يعمل مكسرات او زبيب مع الرز؟ ممكن دي لكن كنا بخش في رز بالخلطه مثلا. يعني في رز بيتعمل بالطريقه دي. احنا فضلنا انه يعني عندنا كبده وعندنا الرز عايزين نطلع بس طبق لانه ما نحاول نجيب حاجات اضافات زياده. لو هي عندها ممكن تجيب اضافات لو ما في ما يحتاج لكن احنا اصلا ما عايزين نخش في يعني في اطار بتاع انه اي مكونات كثيره ممكن تعمل طبق جميل. وخلونا نذكركم بفوائد ونصائح بقدر بيت الهنا. ورجعنا شيف عادل، انت تقريبا حس البصله اتقلت مع الخضار ولا لسه؟ لسه كده يعني اخذت لون. بعد احنا ممكن بيقولوا لك تخدع عاده. نعم بالضبط كده. بعد احنا هنا ممكن نرمي الكبده بتاعتنا. الكبده طبعا يا جماعه لازم نغسلها نظيف نخليها في مويه، ما نخليها في مويه سخنه شديد. نحاول في مويه وسط فنحاول ننقعها شويه في المويه فبتطلع دم. فدي بتكون نظافتها بالطريقه دي. ممكن ندي الدبس. انا تخيلتها بعد ما تتقلي يعني الدبس اثناء القلي يعني قبل ما تتقلي. الدبس ده اثناء الغلي. وممكن اضافه بتاعت مويه. في ميزه لدبس الرمان عن الدبس بتاع قصب السكر مثلا؟ لا بس ده فيه مزازه شويه وذاك فيه حلاوه اكثر. فنحن كده نخلي الكبده لما تنجط والرز بتاعنا ابتدى يغلي ونحن طبعا بنوطي النار بتاعتنا فنخليهم على كده. بعده ممكن الكبده بتاخد لها في زي 10 دقائق بالضبط ما بتزيد. نعم والرز بياخد لها زي 20 دقيقه. نعم فبعدها بتكون منتظرين انه بس انه نسك كوبا على انه الطبق النهائي. والتحضير كله كده على بعضه الطبق من البدايه الى النهايه بياخد له 45 دقيقه. 45 دقيقه نعم. فاحنا برضه اضافه الفتره اللي بيطهى فيها. ونذكركم بمكونات الطبق بيت الهنا.
بيت الهنا. بنواصل طبعا الكبده فاضل عليها شويه وتستوي. وشوف عادي اللي يبدو انك بتحضر في حاجه تانية، بس عايز ازيد ليمون من الكبده. أيوة. الناس بيقولوا الليمون او الخل للكبد دي بيخليها تستوي سريع، صحيح؟ بدي طعم، حتى الليمون معروف انه طعمه يعني نكهته جميله جدا. يعني انا ممكن حتى لو ممكن ارمي الليمونه كامله، ايوه بتدينا نكهه. يعني حتى انا طريقه تقطيعها عشان داير ما داير تخش في حتتين قطعتها ونزلتها الحبه، فدي برضه طريقه بتاع التقطيعها. لو انا مثلا عايز اقدم للسلطه او لاي ضيف مع الشوربه ليمون، بحاول اقطعه بالطريقه دي، يعني بتخلي هاي. وده برضه ما بيقع، بيكون عندك ممكن تتعصر بتخطي وتحافظ في الثلاجه عادي عشان يستعملوه. نعم، فدي كده كبدتنا جربت على انه تستوي. والرز بتاعنا برضه جرب يستوي. بعد ده الاكله دي منتميه لمطبخ معين يا شيف عادل؟ والله دي يعني اغلب المطبخ العربي يعني بيحبوا الكبده بتاعت الفراخ. المطبخ العربي ممكن نقول المطبخ العربي. نعم، دي كده بالطريقه دي حاجاتنا ممكن تكون جاهزه. بعد ده ممكن تكون نقدم في طبقنا. نعم، بعد ما نتاكد من انه المويه اتبخرت تماما. نعم، لحد ما تتبخر. هنا عندنا برضو الفلفل، احنا استعملنا الفلفل الاحمر بس لانه بيدينا لون. ممكن اللونين مع بعض، لو عندي الفلفل الاخضر ممكن استعمله. بالنسبه للشطه الصغيره اللي هي بتاعتنا خضراء، ايوه خضراء. لو ما في انا ممكن استعمل اي نوع من 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 من, من انواع الفلفل، يعني الفلفل الاحمر الاخضر، لكن احنا عايزينها تكون طعمها حار شويه في اللسان، فعشان كده استعملنا حار. وبرضه الدبس اللي انت حطيته برضه بدي مزازه. ايوه ده بدي المزازه بتاعت الطعم، بدينا توازن في الطعم. نعم، انت يبدو انك مجهز مسبقا الكبده دي على النار. في اي في جاهزه على الكبده على النار، فدي بس كانت على سنه اخذت وقت. نعم، فدي عشان ما تاخذ مننا زمن، فتبقى الشكيله في النهايه بيبقى بالطريقه دي. تكون شربت المويه بتاعتها. تكون شربت المويه. الاختلاف بعد ده بس ما علينا الا احنا نغرف الصحن جاهزه. نعم، حتى في الان الصحن جاهز للتقديم. شوف شيف عادل حنقدمه كيف. برضه عندنا مسبقا رز جاهز عشان برضه للزمن. فالتقديم هنا، التقديم هنا حسب زي ما قلنا الذوق بتاع ست البيت. يعني انا عايز اقدمه مثلا بطريقه تكون يعني هي بتكون عندها يعني اي ست بيت عندها بالتاكيد لمساتها في السفره. نعم، اعداد السفره بتاعتها. فنحن بس بنضيف لها حاجات. يعني هم انا بستغرب لما هم يجوا الفندق ويقول لك والله لقينا الرايس او الرز بتاع الفندق مقدم بطريقه حلوه جدا جدا. ما في حاجه بعيده من انك انت نفس اللي بيقدمه الشيف في الفندق انت بتقدمي. يعني حتى حتى الادوات موجوده عندها، يعني بالضبط كده. يعني بس دي حاجات عاديه، يعني حتى مرات في انه القالب بيكون في النص مقدود، ممكن حتى نعمل به. بس الطريقه بتاعت انه انا عشان اجي انزله تقلب الصحن الاول، حطه في الصحن عليه. نعم، حتى انا بقلب. هل بتكون خدت زيت او كده في القالب عشان القالب اصلا هو الرز اصلا فيه زيت. فيه زيت لما يكون هنا بياخذ قالب، بعدين بتحكمي في انه هسه كده في النص بتحكم. حتى بعد ذاك انا برفع برفع وبيطلع بالطريقه دي. بيجي انا عشان اقدم ممكن بالاطراف، لو عايز اخد في النص برضو اخد في النص. فالكبده ما نخليها تتهرد، نخلي الكبده بقدر الامكان تكون بظهر التميز بتاع الالوان ده، ابيض وده بني وفي فلفل احمر، يعني بتكون تشكيله حلوه برضو. نعم، يعني مثلا يعني احنا زي ورق الغارز ما بنحاول نخطه لانه حاجه ما بتتاكل. يعني أيوه. يعني هي مش بتتاكل لانه فيها يعني ضرر، لا يعتبر مهمتها انتهت خلاص. ايوه، لانه احنا دارين منها النكهه بس ما دارين منها حاجه ثانيه. نعم، فكده بالطريقه دي بكده الطبق بقى جاهز. ده بكفي لكم شخص؟ بكفي لشخصين. كفي لشخصين. نعم، ممكن هنا الجرجير زين بالجرجير. اي ممكن الجرجير يتخطى مثلا في النص بالطريقة دي. نعم، فده كده بالطريقة دي طبق جميل، طبقنا جاهز وريحته جذابة. تسلم يدك يا شيف عادل. وستات البيوت أكيد تتابعتونا، شفتوا الوصفة وطريقة العرض، استفيدوا منها كلكم في مطابخكم. وراسلونا على hana@sharouq.tv إذا عندكم أي تعليقات. وإلى جديد اللقاء، استودعكم الله. Thank you.
بيت الهنا.